أغتنم هذه الفرصة أيضا. كما تعلمون بالأمس سجلنا حادث على مستوى ولاية غليزان اللي على مستوى غزوات باردون على مستوى غزوات اللي إن شاء الله بهذه المناسبة نعزي عائلات المفقودين، ولهذا نصر على مستوى الصيد البحري خاصة التزام معايير السلامة، التزام معايير الأمن والسلامة في هذا المجال، سواء بالنسبة لمختلف المستثمرات، لأن حتى على مستوى بومرداس كان هناك تسجيل حادث، أيضا على مستوى ورشة لصناعة السفن، على مستوى بعض القوارب في بعض الأحيان أيضا نسجل مع خاصة مع يعني موفيتون يعني سوء الأحوال الجوية. والآن نسأل نطلب من الصيادين احترام هذه المعايير السلامة، معايير الأمن، حفظا لحياة وأرواح الصيادين وحفظا أيضا لممتلكاتهم. شكرا.